السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله فلوج تاني يوم في مطروح، فحطوا لايك في فيديو النهاردة واشتركوا عندي في القناة، ويلا بينا نبدأ على طول الفيديو بتاعنا. أول حاجة النهاردة أنا عملتها، أنا صحيت من النوم الصبح بدري جدا، كنت لسه أصلا ما نمتش من امبارح. الساعة هنا كانت 7 الصبح عشان أتصور بقى كام صورة حلوين كده، والشمس لسه مش قوية قوي، فتصورت بصراحة كام صورة حلوين جدا. واللي ساعدني جدا في الصور دي إزازة المية، كنت بحط عليها الموبايل عشان اصور، ان انا ما جبتش معايا ولا ترايبود ولا حامل كاميرا ولا اي حاجه خالص، انا جيت كده بالموبايل بس. بعدين فطرت ودخلت غيرت ولبست المايو والتيشيرت ده، طبعا عذرا على شكل الدولاب، بصراحه قلت مش هرتب بقى ولا هنظم، ان كده كده يعني 4 5 ايام وماشي. صورت بقى تاني كتير، بقى صورت فيديو، صورت تقريبا 4 5 صور. الجو كان حلو جدا جدا، لا هو ساقعه ان احنا نبقى قاعدين سقعانين، ولا هو حر ان احنا بقى عايزين تكييف، لا الجو مظبوط. بعد ما غيرت لقيت فينا ايه، مايكرويف. الميكرويف ده سبحان الله كان في كده حد منكم طالب مني ان اعمل عنه ريفيو، عشان عايز يشتري اللي هو الشارب، ما اعرفش كام لتر، تقريبا 40 او حاجه و30 اللي هو بالشوايه، فان شاء الله حابه كده افهمه، عذرا عن الكيس، افهمه واعمل لكم عنه ان شاء الله ريفيو. نزلنا وركبنا، ان احنا مش جايين مع شركه او مع حد ينظم لنا الرحله، لا احنا جايين مع نفسنا كده. وبعدين بقى ان شاء الله لما اروح اقول لكم ملخص التجربه، هل كانت حلوه فعلا فكره ان احنا رايحين من غير حاجه دي، ولا ما كانتش حلوه. انا يعني صورت لكم جبال الرمله دي كان شكلها حلو جدا، عندها في اسكندريه مفيش الرمله البيضاء قوي دي. بننزل نوصل البحر الساعه 2 او 2 الا ربع مثلا، ونرجع نمشي منه 5:30 مش اكتر من كده. هنا الشاطئ ده كان جوه قريه، هكتب لكم اسمها عشان مش فاكر اسمها، بس هي يعني بصراحه قريه نظيفه جدا جدا وحلوه جدا، وحتى البحر كل الناس اللي فيه هتلاقوا مثلا كل اللي على الشاطئ حوالي مثلا 50 فرد في البحر كله، وكان في برضه بيسين وما كانتش بحجز ولا حاجه، يعني كنت فاكر ان هي بحجز بس طلعت كده. وفي جواها لو انت حابب تقعد مثلا تاخد بقى شاليه وكده، بس احنا ما كناش واخدين شاليه. احنا رحنا لمده ال5 ساعات دول. فيديو اول امبارح قلت لكم فينا كنت جايب جراب بتاع الميه، فالنهارده بقى جربته، بصراحه كنت خايف جدا على الموبايل يخش فيه ميه ويبوظ، بس الحمد لله الجراب طلع حلو ومش غالي برده، ففكره بصراحه كانت ناجحه. بس اتصورت كام صوره ما كانتش حلوين، ما كانوش حلوين قوي، لان الميه هنا ما كانتش صافيه قوي. الميه البحر كان حلو وفاضي، بس الميه ما كانتش صافيه قوي، فقلت نعوض بكره الصور. المهم ان احنا جربنا خلاص الجراب، هنا كنا خلاص ماشيين. في بقى هناك عاملين عشه كده صغيره فيها حمام هو عايش فيها عشان يعني يعمل شكل وجو حلو بس. وفي اخر اليوم الساعه كانت تقريبا هنا 5 روحنا. نازلين بقى لنا يومين وما نزلناش، فالنهارده هننزل، بس انا بقول لكم كده يكون قوي عشان انتوا شايفيني كويس. الساعه دلوقتي 12، احنا نازلين بدري جدا، فهنزل بقى ساعة ونرجع على طول. هروح فين برضه بصراحة ما اعرفش، وما اعرفش حتى مكان هروح ده هو اسمه ايه. هسجل لكم بقى صوت اقول لكم احنا كنا فين. وبس بقى بعدين روحنا. عايز اقول لكم انا ما اعرفش ليه مش بصور لكم الوجبات اللي في اليوم، ما اعرفش ليه بنسى. المهم ان انا اول ما روحت صورت لكم بقى الريفيو بتاع الميكرويف، هو مش وحش ومش حلو برده قوي، يعني ميكرويف عادي، وجالي كذا كومنت عايزين ريفيو عنه، فقلت يلا نصوره ان شاء الله الريفيو هينزل لكم الفيديو اللي بعد الجاي. ايه بقى اللي حصل؟ انا خلاص روحت الحمد لله. صوتي طبعا متغير شويه ما اعرفش ليه، تقريبا من الميه الساقعه او الحاجات دي. فالمهم عايز اقول لكم على كذا حاجه. اول حاجه عايز اقول لكم عليها هي ان انا اول ما روحت عملت لكم طبعا الريفيو بتاع الميكرويف، عشان بقيت بحس دلوقتي بمسؤوليه شويه، انه يا احمد في حد داخل يسالك يعني على جهاز عايز يشتريه بالمبلغ ده او بالسعر ده، فلازم تتصور اللي هو عايزه، حتى لو مش عندي. بشوف مثلا عند اخويا، عند حد اعرفه واساله عليه واجربه بنفسي، وبعدين اعمل لكم عنه الريفيو. فالمهم ادي اول حاجه عايز اقول لكم عليها. الحاجه الثانيه انه انا بصور لكم مقتطفات بسيطه، معلش انا عارف ان الفيديوهات بتاعتي الفتره دي مش زي الاول،
والفيديو مش بيبقى فيه كل يعني مش بيبقى فلوج كامل بقى انه التفاصيل باينه قوي، لان انا بصور لوحدي. يعني فكره البحر او فكره الفلوجات او السفر بتبقى حلوه لما تصور جماعه تيم مع بعض. انا بصور لوحدي، فبصور الحاجات اللي بعملها لوحدي. فلو صورت لكم حاجه انا عملت 10 حاجات بس مع ناس تانية، فبصور فبنزل لكم الحاجه اللي تخصني انا بس، فاهمين الفكره؟ بس مع ان انا مؤخرا بقيت بصور الفلوجات دي مش بس عشان كيوتيوب، لا بقيت بحس انه الصور ممكن تتمسح، الصور ممكن تضيع مني، انما لما يبقى فيديو موثق ده هيبقى ليا ولولادي. يعني انا هروح الفيديو ده هيفضل موجود بس. فدي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، نقلت الاوضه دي، ايه رايكم فيها؟ سامعين الصوت ده؟ انا سامعه ده، ده ما حدش عارف ايه مصدره. بصوا، ومعايا شباك ومعايا بلكونه. عايز اقول لكم سبحان الله، في حاجه غريبه جدا في الاوضه دي، انه السرير ده هو سرير بالظبط اللي في البيت بالظبط، نفس الشكل ونفس الطول بس يمكن ده اعرض سنه. اقول لكم حاجه كمان برضو ممكن تبان ان هي حاجه يعني كلام تقليدي بس لازم يتقال. في ناس، وده شفتهم كتير قوي النهارده بما اننا بقى في مصيف وكده وبنصيف بقى وبتاع، فناس كتير جدا شفتهم النهارده محجبات، هم محجبات فعلا بس عاملين الطرحه اللي هي الجديده، ليه الطرحه بتتربط من ورا دي؟ ليه تبقى الطرحه مربوطه ونازله من ورا؟ عارفين لما تكون بالظبط، ده مش بتريق والله العظيم، ماما لما تكون بتنفض لا ربطت الطرحه بس منزلنا ديها من ورا، هي كده خلاص بقت شيك يعني. وناس تانية بقى بالنسبه لها في ترمى مصيف فمفيش صلاه ومفيش حاجه. على فكره ان هنا عندي مصليه بس بصلي حاجه اسمها جمع تقصير، يعني مثلا لو الاربعه بصلي يوم اثنين. مش قصدي اقول لكم والله انه انا احسن من حد، بس قصدي اقول لكم انه يعني ما اعرفش، بحس انه في ناس لما بتجي لها فرصه للخروج او للسفر بتنسى، تنسى ربنا وتنسى كل حاجه وتنسى بقى ان هي راجعه تاني لبيتها وراجعه تاني لحياتها، لا بتعيش بقى. في ناس برضه بشوفها بيروحوا بقى، بس دول مش في مطروح، دول بيبقوا في الغردقه. برضه محجبات، في واحده فيهم اعرفها صاحبه ماما هي اللي حكت لها الموضوع ده، هي محجبه وست محترمه جدا، كانت في فندق في الغردقه او في شرم الشيخ حاجه زي كده، وكان في فوق ديسكو، طلعوا الديسكو قعدوا فيه عادي ومفيش مشاكل. ما كنتش يعني احسن حد، يعني انا مثلا بنزل البحر بميو، الميو ده حرام لان بقيت جسمي باين. بعمل حاجات كتير تانية حرام، بس في فرق بين ان اكون بعمل الحاجه دي وانا شايف انها عادي وكلها بتعملها، كل الناس بتعمل كده، وبين ان عارف ان هي حرام، فاهمين الفكره؟ في حديث شفته، ما اعرفش هو حديث ولا حد كان بيتكلم عن انه اي المسلم لو ندم على ذنب من غير ما يستغفر ربنا بيغفره له. يعني انا مثلا النهارده كذبت وجيت بذكر وقلت لنفسي ايه؟ زي احمد تكذب، انت غلطان، ربنا هيغفر لك كده من غير ما اقول استغفر الله العظيم، والله اعلم يعني. بس حسيت انه انا في حاجات كتير جدا بندم عليها، واهمها موضوع المايو ده، مع ان هو موضوع شائع جدا وعادي جدا ومن زمان، يعني انا متربي على كده انه عادي المايو، ايه المشكله اللي فيه؟ بيبقى فوق ربه بكتير. بس مؤخرا لا بقى عندي حته المسؤوليه شويه دي، وانه ما تنساش ربنا حتى لو بتصيف، حتى لو مبسوط، حتى لو في تخرج، حتى لو في راس السنه، حتى لو في عيد ما تنساش. رسالتي البسيطة دي وصلت، لعل وعسى حد، مش هقول لكم يغير رأيه أو يغير فكرته، بس ينتبه شوية. بس حطوا لايك الفيديو النهاردة، واشتركوا عندي في القناة، وفعلوا الجرس اللي جنب زر الاشتراك، كمان تابعوني على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك في أول تعليق مثبت. وإن شاء الله في بكرة فيديو جديد عن اليوم الثالث. أنا بكرة ده بقى هجمع لكم فيه بقية الثلاث أيام، إحنا قاعدين 6 أيام، هجمع لكم بكرة آخر 3 أيام مع بعض في فيديو واحد بس، عشان ما يبقاش ملل وروتين بس كده. صباح على خير.